ازاي؟ النجم ايتن عامر منورانا النهارده فوشيا، بس اخد من كلامك بس مالك، طمنيني عليك. لا ما فيش، يعني شويه سخونيه كده، على برد، على كحه، على تكسير، على صداع، على صوت، كل حاجه. يعني الشغل وانت في الشغل، احنا يعني في كواليس فيلم درويلا، والحين انت لحد دلوقتي ورغم تعبك انت موجوده فيه، يعني فالشغل دايما بيتطلب ان انت تبقى قاعده كل ده. امبارح كان معانا دكتور اداني خفض حراره عشان اعرف اكمل المشهدين الفاضلين، والنهارده اليوم ما كانش ينفع يتاجل لانه ديكور مدفوع فيه فلوس كتير ولازم يمشوا من المسرح، فما كانش ينفع يتاجل، فكملت مضادات حيويه وجالي الدكتور علق لي محلول من شويه كنت جوه، قعدت خدت بريك نص ساعه عشان اعلق المحلول مش عشان اكل او ارتاح. عند ايتن وصلها فين؟ للمكان اللي انت شايفني فيه دلوقتي. عندك في الشغل وفي الحياه وفي العموم كمان؟ طبعا طبعا، اي حد عنيد ومسابر وبيجري ورا حلمه لازم ان شاء الله اكيد هيوصل له، وفي الاخر هيوصل لربنا كاتبه له، نجاح بقى او لا، بس لا، ما عند المثابره في الاخر ممكن يوصلوك في طريق غلط. وصلك قبل كده في طريق غلط؟ انت دلوقتي شايفني في طريق غلط؟ لا، بعيد عن الشغل عموما. انا قدامك اهو، بعيد كمان عن الشغل حتى وانت صغيره. الحمد لله. لا، بعيد عن الشغل. لا، عندي ومثابرتي وانا صغيره، لا عمرهم ما عملوا فيا كده، بس في بعض النفوس طبعا اكيد ممكن لما بيعندوا في حاجه غلط يوصلوا لطريق مسدود. يعني لما بقابلك كنت عايز اسالك على سؤال مهم جدا، بحسك دايما يعني مهتمه بشغلك قوي ومهتمه كمان مع الجمهور، حتى اهتمامك بولادك بتظبطي الوقت ده ازاي؟ بص، انا ما عنديش حاجه تانية في حياتي الا الولاد. احنا لما بندخل مسلسل تصويري كله بيبقى حوالي 30 يوم في 4 شهور، يوم ما يزيدوا قوي يبقوا 35 يوم في 4 شهور، مش المده الكبيره اللي انا ممكن ابقى بسيب فيها الولاد او كده. الافلام، فيلم ما بيتصور في 16 يوم، انا ببقى تصويري فيه اسبوع 5 ايام. بتعوضيه ازاي على غيابك؟ طيب انا ما بخرجش اصلا من البيت، يعني طول ما انا ما عنديش شغل انا قاعده اصلا في البيت، امي عايشه معايا من زمان، فامي اصلا انا وهي اللي مربين الولاد، محدش تاني يعني. واخواتي على طول عندي في البيت، هم واولادهم، يعني انا يمكن اصغر واحده في اخواتي، بس تقدر تقول ان انا البيت اللمه، انا بيت العيله. فداليا اختي ساكنه على بعد 5 دقايق مني، وفاء ساكنه على بعد 10 دقايق، دايما البيت ما بيبقاش فاضي، يعني دايما اختي موجوده، داليا واولادها، وفاء موجوده كده. يعني اخر حاجه ممكن نشوفهم معاكي قريب في عمل او حاجه قريبه؟ يكبروا بس كده ويقدروا ياخدوا قرارهم، وفي الاخر انا اللي هم عايزينه انا تحت امرهم فيه. مستنيه عرض ان شاء الله مسلسل عنبر 6 الجزء الثاني على شاهد، وعندي فيلم الجنينه مسلسل مغلق للصيانه، وعندي بقى درويله وعنب بصورهم دلوقتي، وفي 4 اغاني كده بنحضرهم هينزلوا الفتره الجايه. مبروك ومكسره الدنيا. ربنا يخليك يا رب. شكرا، ربنا يخليك.